أنا الآن في منطقة يسموها جرين بيلت في ماكاتي. حقيقة هذه منطقة جميلة وحلوة ورائعة جدا للسياح والمطاعم، وكل المحل هذه عبارة عن ماركات عالمية ومحلات تجارية، والوصول لها طبعا سهل عن طريق أي سيارة تاكسي أو أي حاجة. تستحق بصراحة الزيارة المنطقة بالذات إذا كانت بهذه الأجواء الجميلة. طبعا هذه بحيرات ونحظنا فيها سمك وفيها مش عارف إيه، منطقة مرة جميلة عجبتني أنا حقيقة. أنصح بشدة أنكم تيجي تزوروها وتستمتعوا يعني بيومكم والكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية. لو نلاحظ هنا كلها دحين منطقة طبعا رائقة. أنا الآن دحين عندي تقريبا الساعة 12 وتقريبا 12 إلى 5 في الظهرية طبعا، وشوفوا كيف المنطقة. يعني كيف بعد شوية تزدحم الله أعلم، بس بصفة عامة هذه منطقة أنا عجبتني جدا، حبيت أشارككم فيها ويعني أنصحكم بزيارتها، لأن منطقة فعلا تستحق إيش الزيارة بجمالها وروعتها.